بدنا نعرف إذا منى إجت بالسيارة من أبو ظبي. على أي حال نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، أهمية يوم بلا مركبات بالدورة الثامنة مع الدكتور محمد داوود الخبير البيئي الدولي بهيئة أبو ظبي للبيئة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور محمد. نتحدث عن دورة ثامنة، إلى أي درجة التحسن تلاحظونه يوما بعد يوم في المساهمة بالبيئة، هي الهدف الرئيس طبعا لهذه المبادرة؟ نعم، هي هذه المبادرة زي ما حضرتك قلتي بتهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال تقليل استخدام السيارات أو المركبات، لأنه زي ما احنا عارفين أنه قطاع السيارات أو قطاع النقل بشكل عام يساهم بنسبة مش قليلة أبدا في موضوع ظاهرة الانبعاثات اللي هي بتسبب ظاهرة الدفيئة أو الاحتباس الحراري. وبالتالي كل ما استخدمنا هذه المواصلات بكثرة كل ما أدى إلى تلوث البيئة، بالإضافة عن ملوثات أخرى كثيرة جدا تؤدي إلى الإضرار بالبيئة وبصحة الإنسان بشكل عام. طبعا، وهذا يعني هذا فيما يتعلق بالمردود البيئي الإيجابي بسبب هذه المبادرة، ولكن فيما يتعلق بما يحصل على الأرض كتفاعل مع هذه المبادرة، طبعا حضرتك خبير بيئي متابع بشكل كبير لهكذا دورات ومبادرات، ملحوظة نسبة الوعي التي تزداد دورة بعد دورة لدى الأفراد؟ صحيح، هي المبادرة بتلقى كل يوم كل سنة قبول أكثر من اللي قبليه بشكل عام، ونتيجة أنه الناس أصبحت بالفعل واعية بأهمية أو أضرار الناتجة عن الانبعاثات الغازية، عن الملوثات السائلة، عن تأثيرها على ظاهرة الاحتباس الحراري، حتى على الصحة العامة. أنت عارفين إحنا السيارات فيها كثير من السوائل الخاصة بالهيدروليكس وزيت المحرك ومضادات التجميد والزيوت والغازات اللي بتستخدم للمكيفات، وكل هذه بتأثر بشكل عام على صحة الإنسان إذا ما أسيء تصريفها في المجاري المائية أو غيره. الناس أصبحت واعية بكل ده، أصبحت واعية باللي بتسببه الازدحام من المركبات ووسائل النقل، من تلوث ضوضائي وتأثير على الأعصاب نتيجة الازدحام وقضاء الناس لأوقات طويلة جدا في المواصلات. فكل ما احنا قدرنا نوصل هذه المعلومة للناس كل ما بيستجيبوا سنة بعد التانية، وبيكون عندهم القدرة على انهم يساهموا بشكل افضل من خلال استخدام المركبات العامة اذا كانت مسافات قصيرة، يستخدموا دراجة او وسيلة ابسط في عملية النقل واقل تكلفة واقل ضررا بالبيئة بشكل عام. نعم، يعني لطالما انه الامارات ليست بعيدة ابدا عن انسنة المواضيع، هذه المبادرة أن تكون أيضا بالريع للأعمال الخيرية، نسب كبيرة منها الأعمال الخيرية متواجدة أيضا في هكذا مبادرة، إلى أي درجة هي مهمة ومشجعة للمشاركة؟ وسائل النقل من أحد الأسباب، أحد الأشياء اللي بتستهلك من مصروفات ودخل الأسرة، وبيعتمد على عدد السيارات اللي عند الأسرة وكفاءة هذه السيارات وقدرتها على الحرق والاحتراق، وبالتالي هي مكلفة إلى حد ما إذا كنا بنستخدم وسائل مواصلات أو سيارات ذات سعة كبيرة أو عالية وما بنستخدمهاش غير لفرد واحد أو كده. فكل ما وفرنا في هذه الوسائل المواصلات وكل ما قدرنا نوفر وكل ما كان الريع بتاعها راح لوسائل أو قنوات خيرية بتهدف إلى تنمية المجتمع ورعاية مثلا ذوي احتياجات خاصة، رعاية مثلا في الطلاب في التعليم، أو مبادرات تهدف إلى خدمة المجتمع بشكل عام، فهذه بتفيد المجتمع بشكل عام على الكل. يعني أنت بتوفري أنه بتقللي التأثير على البيئة، بتوفري في دخل الأسر من خلال تقليل استهلاك السيارات أو وسائل النقل، العائد بيروح لمبادرات خيرية ولقنوات بتفيد المجتمع بشكل عام، فهي منظومة متكاملة في النهاية. صحيح، ويعود نفعها على الجميع بنهاية المطاف. أنا أشكرك جزيلا من أبو ظبي دكتور محمد داوود الخبير البيئي الدولي بهيئة أبو ظبي للبيئة.